المكان ده يعتبر واحد من أهم وأكبر الألغاز اللي موجودة حالياً على وجه الأرض. العالم كله عايز يعرف إيه هو السر اللي مدفون فيه، وليه بالرغم من التطور المرعب اللي إحنا وصلنا له حتى الآن مفيش حد قادر إن هو يكتشف المكان ده بشكل كامل، ولا حد عارف يقول لنا إيه اللي موجود فيه بالظبط. إزاي طلعنا على القمر ولو إنها كذبة، وإزاي قدرنا نكتشف حاجات كتير جداً موجودة في الفضاء ومكان موجود على الأرض يسهل الوصول ليه، مفيش ولا مخلوق قادر يوصل له. طيب هل المكان ده مثلاً بيخفي حقيقة الأرض؟ هل الأرض فعلاً مسطحة واحنا مخدوعين بقالنا سنين وصدقنا كذبة كبيرة جدا كانوا بيخدعونا بيها وبيقولوا ان الارض كروية؟ طب ايه هي حقيقة خريطة الادريسي والمخلوقات الغريبة والكائنات العجيبة اللي موجودة فيها؟ وايه هي المخلوقات والكائنات الغريبة اللي كل يوم بتظهر على تيك توك؟ فيديوهات لمخلوقات وكائنات ضخمة وكأنها جاية من عالم اخر، وصور وفيديوهات موثقة لناس فعلا قربوا من المنطقة دي وحصدت لهم احداث غريبة جدا، جبال من السلوك بترتفع فجأة او هيجان غريب في المياه او تهديد مجهول بيأمرهم بالعودة فورا. في فيديو اليوم يا صديقي هنحكي عن انتاركتيكا او ما وراء الجبل الجليد الضخم. انتاركتيكا من حيث الحجم هي القارة الخامسة بين قارات العالم، قارة معروف عنها ان هي شديدة الرياح والجفاف والبرودة، وبتبلغ مساحتها 5.5 مليون ميل مربع، يعني 14.2 مليون كيلو متر مربع. لازم تبقى عارف وفاهم تقسيم انتاركتيكا لانها بتنقسم لجزئين، المنطقة الأولى عبارة عن هضبة عالية جدا من الجليد السميك، أما غرب انتاركتيكا فهي عبارة عن بحيرة جليدية تغطي معظم الجزر بالجليد. قارة انتاركتيكا في الأصل هي قارة مليانة بالأسرار الغريبة والمرعبة. أسرار يا صديقي ما يعرفهاش غير فئة معينة بس من الناس، ولكنهم طول الوقت بيحاولوا من هم يخفوها عن العالم، أو بمعنى آخر بيوروك بس الجزء اللي هم عايزينك تشوفه. كشف العلماء عن إحدى الأسرار الغامضة لقارة انتاركتيكا القطبية الجنوبية، وقالوا إن سر القارة الغامضة بيرجع لملايين السنين. انتاركتيكا كانت غابة مستنقعات معتدلة وبيعيش فيها ديناصورات من حوالي 90 مليون سنة، وده تم اكتشافه بعد تحليل الباحثين لعينات التربة القديمة، واكتشفوا أيضا إن انتاركتيكا في العصر بشيري كانت شديدة الدفء. فريق دولي من الباحثين بدأ بتحليل قطعة كبيرة من التربة تم انتشالها من قاع المحيط لبحر أميديسون في فبراير 2017، ولكن يا صديقي بعد تحليل التربة كان العلماء في حالة ذهول شديد، لأنهم اكتشفوا إن عينة التربة كانت من غابة مطرية قديمة وإنها ما كانتش من قاع البحر القديم ولا حاجة. بمعنى آخر اللي أنا عايز أوصله لك إن المنطقة دي كانت منطقة غابات وكان فعلا فيها حياة، وإن هي يا صديقي في الآخر مش هتطلع منطقة جليدية ولا حاجة زي ما هم عايزين يفهمونا. لما حاول العلماء ان هم يكتشفوا نوع الحياه اللي كانت موجوده في هذه التربه الغريبه، وجدوا شبكات ضخمه جدا من الجزر المتحجره، وعدد مرعب من اللقاحات والجراثيم اللي غالبا كده مش عارفين عنها اي معلومات في عالمنا الحالي. كمان وجدوا اكتر من 65 نوع من الحيوانات والنباتات والحفريات الغامضه، كائنات غريبه تشبه الحيوانات والطيور ولكن احجامها مختلفه تماما عن الطيور اللي بتعيش في عالمنا. دلوقتي ممكن يكون بيطور في ذهنك سؤال مهم جدا، ماذا يوجد خلف الجبل الجليد الضخم؟ هل في بشر؟ هل في حياة؟ والصادم يا صديقي ان الجواب فعلا نعم، بالفعل في بشر بيعيش خلف جدار الجليد الضخم مجموعة من العلماء والباحثين، بيعيشوا في مستوطنات بشرية ومسموح لفئة معينة فقط من العلماء والباحثين الدخول لهذه المستوطنات. أما بالنسبة للمحيطات المحيطة بأنتاركتيكا فتعتبر مسكن لأضخم أنواع الحيتان على الأرض والمكان المثالي للبطاريق. طيب مين هم العلماء اللي بيدخلوا المكان ده وليه بس هم اللي مسموح لهم إن هم يدخلوا؟ في 1 ديسمبر 1959 في واشنطن تم توقيع معاهدات بين 12 دولة بتنصي معاهدة على الحفاظ على المصالح والعلاقات بين دول العالم وقارة انتاركتيكا، باعتبار انتاركتيكا هي القارة الوحيدة اللي ملهاش سكان أصليين بيعيشوا فيها، وقالوا إن انتاركتيكا هي مكان للبحث العلمي فقط. ومن أحكام وشروط المعاهدة الهامة كانت كالتالي: أولاً يجب استخدام القارة القطبية الجنوبية للأغراض السلمية فقط، ثانياً ستستمر حرية البحث في انتاركتيكا للعلماء المسموح ليهم بالدخول وستتعاون الدول من أجل تحقيق ذلك، ثالثاً سيتم تبادل المعلومات التي يتم الحصول عليها من القارة القطبية الجنوبية بين الدول مجاناً، رابعاً تعزيز الأهداف واحترام أحكام المعاهدة. جميع مناطق انتاركتيكا بما في ذلك جميع المحطات والمنشآت والمعدات داخل تلك المناطق ستكون مفتوحة للتفتيش والبحث في جميع الأوقات وهي ملك للقارة. دلوقتي يا صديقي انت عرفت بعض المعلومات الهامة والموثقة عن انتاركتيكا، ولكن برضه هيفضل السؤال يتكرر ويتردد في مخك، يا ترى ايه هو اللي موجود جوه بالظبط؟ وليه ما فيش حد بيصور المكان ده تصوير كامل ويتم نشر الصور دي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي زي ما بيحصل في أي مكان؟ ليه كل حاجة بتحصل جوه ما زالت سريه حتى الان؟ وليه المكان ده لسه خطير ومش اي حد يقدر يدخله؟ وهنا يا صديقي هنروح لاكتر جزئيه ممتعه في فيديو اليوم، وهنتكلم عن الرحله الخطيره جدا اللي وثقها ريتشارد بير. الرحله اللي ريتشارد كشف فيها الغاز كتير جدا وعرفنا ايه بالظبط اللي موجود خلف السور الجليد الضخم في انتاركتيكا.
ريتشارد بيردي كان في مقابلة في سي بي اس الأمريكية، كان بين عليه القلق والتوتر وكلامه كان غير واضح، وكان لا بتخفي حقيقة أو بتحمل رسالة معينة بيتم توجيهها للعالم كله، رسالة من الرسائل الخفية اللي محتاجين ندقق فيها كويس ونفهمها. قال إن عالمنا الحالي قد تقلص كثيرا بعد اكتشاف ما وراء الجبل الجليدي، مساحة كبيرة جدا وضخمة من الأراضي اللي لو قارنتها بالمساحة اللي احنا عايشين فيها على الأرض هتكتشف إن الأرض فعلا صغيرة جدا. كشف بيرد عن مساحة أرضية ضخمة موجودة فوق هضبة ضخمة بترتفع عن سطح الماء. المساحة الأرضية دي مليئة بالموارد الطبيعية، خصوصا اليورانيوم والفحم والنفط، مواد بكميات مرعبة ممكن تسد احتياج العالم كله لمدة قرن كامل قدام. بيرد بيقول في مقابلته إنه شاف وراء الجبل الجليدي مساحة ضخمة من الأراضي بتعادل مساحتها أمريكا وفرنسا، وكلها كانت على مرمى البصر. والمريف في الأمر إن هو كان بيقول إن الأماكن اللي هو شافها دي ما كانتش أماكن جليدية، بل إنها كانت أماكن معتدلة الحرارة يصلح العيش فيها. فهل فعلا في سكان أو مخلوقات ضخمة بيعيشوا في هذه المنطقة الغريبة ما نعرفش عنهم أي حاجة؟ الجواب يا صديقي حسب كلام بيرد إن المناطق دي ما زالت مهجورة حتى الآن، ما نزلش عليها قدم بشرية واحدة. بالأكثر رعبا بقى إن المقابلة الكاملة بتاع بيرد مش موجودة حاليا في أي مكان، وما تقدرش تحصل على كل المعلومات اللي هو قالها، وكأن في جهة معينة يا صديقي هي اللي ليها مصلحة إن كل المعلومات دي تختفي تماما. المعلومات اللي قالها بيرد حسب كلام أمانديو في كتاب عوالم ما بعد الأقطاب هي معلومات فعلا أغرب مما تتخيل، فكلامه فعلا يا صديقي يخليك تنظر إلى الأرض بنظرة مختلفة تماما. ولو كنت بتتساءل حتى الآن هي الأرض مسطحة ولا كروية، فالكلام اللي جاي ممكن تلاقي فيه الإجابة، ولكن ركز كويس، الكلام اللي أنا بقوله لك دلوقتي هو كلام موجود في الكتاب، كتاب عوالم ما بعد الأقطاب. ده مش كلامي أنا، مش كلام أنا اللي مخترعه ولا بحاول أقنعك بيه، عشان بس أصحاب الرأس المربع ما يقعدوش يصيحوا تحت في الكومنتات. بيقول في كتابه إن الأرض الضخمة اللي بنعيش فيها مش مجرد كرة أو ذرة تراب كروية في الفضاء زي ما بنتوقع، بل إن الأرض هي المركز الأساسي لكل شيء. بالرغم من أهمية الأرض إلى أنها تعتبر مساحة ضئيلة فقط من الكون، وما نقدرش نكتشف أي حاجة خارج حدودها، وفي أراضي كتير ممتدة خارج حدود الأرض والإنسان مستحيل يوصل لها مهما حصل. فالكون اللي احنا عايشين فيه بيتكون من الأرض والأكسجين والنباتات والحيوانات والمياه، لو حاولت بأي شكل من الأشكال الخروج من هذه المساحة الكونية اللي مسموح لك بيها فالأمر يعتبر شبه مستحيل، لأن في قبة ضخمة بتحيط بالأرض من المستحيل إن الإنسان يعبر من خلالها أو يخترقها. طيب أنا دلوقتي إيه اللي يجبرني إن أنا أصدق كلام الناس دي؟ هل الكلام اللي بيتقال ده كلام موثوق أو مثلا مذكور في القرآن؟ هل في حاجة في القرآن بتقول إن الأرض حواليها قبة ضخمة جدا مستحيل أي حد يقدر إن هو يخرج منها؟ الحقيقة يا صديقي أنا ما أقدرش أبدا إن أنا أجاوبك جواب صريح في النقطة دي، ولكن أقدر أقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان. كلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الأرض بالفعل محاطة بأقطار الإنسان مستحيل يخرج منها إلا بأمر من ربنا سبحانه وتعالى، والآية دي تعتبر إثبات ودليل قوي بيؤكد إن فعلا ما فيش أي مخلوق يقدر يخرج من الأقطار دي حتى لو كان جن أو إنس. إدوارد هندري في كتابه الكذبة العظيمة عن الأرض كان بيتكلم عن أكبر كذبة في تاريخ البشرية حسب ما هو بيقول. ركز معايا كويس، أنا بقولك حسب ما هو بيقول، والكذبة هي إن هم قدروا يقنعونا إن فعلا الأرض كروية مش مسطحة. كروية الأرض كذبة كبيرة المدارس وجميع المناهج بتحاول تخدعنا بيها، وبيتم تعليم أطفالكم وأولادكم أمور محرفة عن الكون. طلع علم أثبت إن الأرض ثابتة والشمس هي اللي بتدور وبتتحرك حول الأرض. ده كان كلامه، ولكن لو رجعنا للقرآن وكلام ربنا سبحانه وتعالى هنلاقي إن الموضوع فعلا محتاج مننا كده وقفة نقعد فيها نحلل ونفكر. ربنا بيقول وإلى الأرض كيف سطحت في سورة الغاشية الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. هل يا صديقي عمرك شفت في يوم من الأيام مثلا فراش مكور؟ يعني هل مثلا ممكن أقول لك في يوم من الأيام خد فريش لي المفرش ده فأنت تقوم عامله لي على شكل كورة؟ طيب لو جينا لكلمة سطحت، هل أنت عمرك في حياتك شفت السطح كروي؟ طيب لو جينا للآية اللي بتقول والله جعل لكم الأرض بساطة والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، لازم تبقى عارف إن الجبل على الأرض هدفها هو تثبيت الأرض، يعني الجبل ده وظيفته إن هو يحافظ على توازن الأرض. لو جبت جسم كروي أو كورة وحطيتها كده في الفضاء وحاولت تثبتها بأي حاجة، هل تقدر إن أنت تثبتها بأربع كتل مثلا من فوق ومن تحت؟ لذلك يا صديقي عشان تثبت الكرة دي فلازم تفرشها كده وتثبت من الجوانب الأربعة. ده التفكير المنطقي والطريقة الوحيدة لتثبيت الكرة بشوية الأجسام الكبيرة دي. أيوة يعني أنت دلوقتي بتحاول تثبت لي إن الأرض مسطحة مش كروية؟ معاذ الله يا صديقي، أنا لا عايز أثبت لك ولا عايزك تقتنع، أنا عايزك بس كده تقعد مع نفسك تاخد وتدي وتفكر في الموضوع وتشوف الأدلة اللي موجودة في القرآن وتقارنها بكلام الناس والعلماء. يعني خد شوية من الدين حطهم مع شوية من العلم، اعمل خليط كده وشوف هتوصل لإيه في النهاية. الكلام اللي أنا بتكلم معاك دلوقتي فيه ده مش كلام سهل، ده كلام اختلف فيه علماء وناس كتير جدا بتختلف فيه من مئات السنين، خصوصا يا صديقي إن احنا في الزمن
الزمن اللي احنا عايشين فيه ده لما بنرجع للقرآن الكريم بنلاقي مليون مفسر وكل مفسر عنده رأي. كل واحد دلوقتي عايش بدماغه بياخد الآية يحللها ويفهمها زي ما هو عايز. كل شخص بيحاول ان هو يوجه الناس لفكرة معينة وبيستغل الدين اشد استغلال. لذلك خلي عندك انت عقل يوزن الامور وفكر كويس قبل ما تصدق اي معلومة، حتى لو المعلومة دي انا اللي قاعد بقولها لك وبقول لك دي معلومة مؤكدة، فكر فيها ودور فيها مليون مرة. في القارة القطبية الجنوبية ظهر اكتشاف غريب جدا بيؤكد فعلا وجود حضارة وحياة موجودة او كانت موجودة في هذا المكان. انتشرت صور لهرم ضخم من الجليد بيشبه تماما اهرامات الجيزة في مصر. هل الهرم الجليد الضخم ده بنى نفسه بنفسه ولا فعلا كان في حضارة موجودة في المكان ده؟ سنة 1956 كمواد رحلة برد الاخيرة لانتاركتيكا واللي اطلق عليها اسم التجميد العميق. الرحلة دي تعتبر اغرب رحلة لبرد في جميع رحلاته، لان الرحلة دي كانت وكأنها حرب عالمية اخرى بتضم مجموعة من الطائرات الحربية والاسلحة والجنود وبعض العلماء. ولما تسألوا عن اهداف الرحلة دي قالوا انها كانت مجرد رحلة استكشافية. ازاي انت رايح رحلة استكشافية بكمية الجنود والطائرات والاسلحة دي؟ الجواب كان غير منطقي بالمرة وفعلا يدعو الى الشك. وده يا صديقي ما زال واحد من اهم الالغاز الغريبة اللي محدش عارف عنها حاجة حتى الان. المعلومات والكلام اللي بنحكي عنه حاليا هي معلومات بالفعل موثقه، كلام موجود فعلا تقدر تخش وتبحث وتتاكد منه بنفسك. ولكن يا صديقي ده مش معناه ان انا بدعوك دلوقتي ان انت تصدق كل كلمه الناس دي بتقولها. لو عايز تعرف حقيقه اي شيء فارجع بنفسك لكتاب واحد وهو القران الكريم اللي هيعرفك الحقيقه كامله. الهدف من اللي انا بقوله لك دلوقتي هو انك تبحث وتدور وتفكر بنفسك. ولكن لو حبيت ان انت توصل للحقيقه في يوم من الايام فابعد تماما عن فيديوهات التيك توك. جمهور التيك توك حرفيا مجانين قادرين على خلق ترند من العدم. واعتقد ان اغلبكم شاف الترند الغريب بتاع طائر الكلاوات، هذا الطائر الابيض الضخم الغريب اللي بيقال عنه هيظهر في سنه 2027. الترند ده للاسف الشديد استمر لاسابيع بل اشهر طويله، وكان الترند رقم واحد لفتره طويله من الوقت وصدقوا ناس كتير جدا. اغلب الناس اللي اقتنعوا مصدقهم كانوا للاسف من الناس اللي علمها قليل شويه او الاطفال المساكين اللي اتولدوا في زمن كله كذب وخرافات ما بقوش قادرين يميزوا بين الواقع والخيال. فيديوهات الطائر دي كانت فيديوهات نشرها حساب يدعى درافيكس، حساب بيعمل مجموعه من مخلوقات بالذكاء الاصطناعي وينشرها على تيك توك وكأنها مخلوقات حقيقية عشان يضرب واحد من الكائنات دي معاه في الترند ويتحول هذا الكائن الاسطوري الغريب لكائن حقيقي الناس فعلا قاعدة مستنياه. الموضوع استمر لعدة اشهر لحد ما وصل مصر فتحول لأضحوكة وتسمى الطائر ده بطائر الكلاوات، وبدأت الناس تعمل فيديوهات غريبة جدا مضحكة عليه بتتريق على الناس اللي مصدقة الترند. الحقيقة صادق ان في معلومات كتير جدا خطيرة لسه ما اتكلمناش عنها وملفات ما اتفتحتش خالص في فيديو اليوم. على سبيل المثال ما اتكلمناش عن والقاعدة العسكرية السرية اللي كانت موجودة في انتركتيكا الخاصة بيه وبالجيش الألماني، ما اتكلمناش عن الشخصيات الهامة ورؤساء الدول اللي بيتم تزييف خبر موتهم وبيروحوا يعيشوا في انتركتيكا. اتمنى ان انت تكون فعلا استمتعت واستفدت. ما تنساش ان انت تضغط لايك للفيديو وتجيب صديقك المقرب يتفرج معاك على الفيديو، وتأكد ان انت مشترك في القناة لو حابب ان انت تشوفنا مرة تانية او حبيت المحتوى اللي احنا بنقدمه. نشوفك على خير بإذن الله في فيديو جديد.